السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة، المرحلة الأولى، الدورة الأولى من السنة الدراسية 2021-2022، هذا الفرض غادي يخص مادة الرياضيات بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، فرض محروس رقم واحد، الدورة الأولى مادة الرياضيات، وغادي نطرق لجميع المجالات الرئيسية اللي كاينة في مادة الرياضيات. المجال الرئيسي الأول أنشطة العد والحساب، المجال الرئيسي الثاني أنشطة القياس، والمجال الرئيسي الثالث وهو اللي خاص بالهندسة. غنحاولوا نطرقوا لجميع الأنشطة، وكما كتلاحظوا هذا الامتحان عندي منقط على 40، ثم غادي نرجع النقطة على 10، وهذا الشيء كنديرو فقط باش ننوع الأنشطة ونكثر من الأسئلة. لاحظوا معي، المجال الرئيسي الأول أنشطة العد والحساب 20 نقطة، لأن العد والحساب عليه 20 نقطة. علاش؟ لأنه الدروس اللي قريناهم لحد الساعة فقط كتعلق بالعد والحساب، يعني واحد النسبة كبيرة ديال العد والحساب، وكتبقى نسب أخرى بالنسبة للمجالين الآخرين، مجال الهندسة والقياس. مزيان. السؤال الأول، ضع وأنجز ما يلي. إذا غادي نوضعو وغنجزو ما يلي. إذا عندنا عملية الضرب، عندنا عملية الطرح، عندنا عملية الجمع. هنا نبداو عملية الجمع. إذا الوضع خصو يكون بشكل صحيح، صافي الوضع مهم. إذا هاد الأدوات الهندسية نخليهم جانبا حتى نحتاجهم، ونحاول نخرج التمارين ديالي. هنا عندي هاد العدد، هذا 670305، ياك، زائد ماذا؟ ونبدأ هنايا 2، هنا 4 4، إذا الوضع خصو يكون صحيح، 6 9، وغنحاول نجمع، يساوي 5 زائد 2 7، 0 زائد 4 4، 3 زائد 4 7، 0 زائد 6 6، و7 زائد 9 تساوي 16. اكتبوا 6 واحتفظوا بواحد. 1 1 زائد 6 يساوي 7. إذا الجواب هو 766747. صافي، ندوزو الآن للطرح. كذلك نكتبوا هذا العدد، هذا 760845 ناقص ماذا؟ ناقص هذا العدد، هذا 6 4 5 2 4. نحاولوا، دائما كنقول لكم الوضع خصو يكون صحيح، لان الا ما وضعتيش بشكل صحيح الاجابه بطبيعه الحال غادي تكون عندك خطا. 5 ناقص 6 لا يمكن، اضيف 10 وانزل 1 فتصبح 15 ناقص 6 تصبح يساوي 9. صافي، وهنا 4 غتصبح لي ناقص 5 لا يمكن، اضيف 10 وانزل 1. 14 ناقص 5 يساوي كذلك 9. مزيان، هنا تصبح لي 8 ناقص 6 2، وهنا 0 ناقص 10 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1. 10 ناقص 2 8، 6 ناقص 5 1، وهنا 7 ناقص 0 يساوي 7. إذا الجواب هو 718299. الآن غادي ندوزو للضرب، 243 ضرب 53. خصني نحاول نخرج هاد العملية ديال الضرب. 3 في 3 9، 3 في 4 كم يساوي؟ يساوي 12. أكتبوا 2 واحتفظوا بواحد. 3 في 2 6 زائد 1 7، وضع نقطة هنا. 5 في 3 15، أكتبوا 5 واحتفظوا بواحد، ها هو. 5 في 4 20 زائد 1 21، وهي احتفظوا باثنان. 5 في 12 زائد 2 12، أكتبها كاملة ثم أجمع، يساوي 9 2 زائد 5 7، 7 زائد 1 8، 2 هنا 2 هنا 1. صافي، إذا الإجابة هي 12879. إذا الضرب ديال 243 مضروبة في 53 شحال كتساوي؟ كتساوي 12879. صافي، ندوزو السؤال الموالي. دائما في أنشطة العد والحساب، ثانيا عندنا أكتب الأعداد التالية بالأرقام والحروف. إذا اللي هما بالأرقام غادي نكتبهم بالحروف، واللي هما بالحروف غادي نكتبهم بالأرقام. صافي، لاحظوا معي هنا كيفاش نقراوها. 6 ملايين و230 ألفا و300، 6 ملايين و230 ألفا و300 و300. صافي، انا كتبت هذا العدد هذا بالحروف. دابا هذا العدد هذا اللي مكتوب بالحروف غنكتبوه انا بالارقام. 25 مليون، ها
هي 25 مليون و720 ألفا و720 ألفا. واش غنخلي هذا العدد هذا؟ لا. واش العدد غادي تكتب غير هكا؟ لا. علاش؟ لأن صنف الوحدات غادي يكون فيه الأصفر باش غادي تقرا لي 25 مليون و720 ألفا. صافي. مليون و159 ها مليون و159 ألفا، 159 ألفا زيد و18 هي هكذا. إذا مليون و159 ألف و18. صافي. هنايا كيفاش غتقرا لي هذا العدد هذا؟ 54 ألفا. ها هي 54 ألفا و900. صافي. و900. ندوزو السؤال الموالي اللي هو السؤال الثالث، ونتابعوا معايا مزيان. السؤال الثالث عندنا: ضع الرمز المناسب مكان النقط، يعني الاكبر او اصغر. حنا قلنا في مقارنه الاعداد الكبيره اولا نقارن عدد الارقام الموجوده في هذه الاعداد. مثلا غنقارن هذ العددين هذو بجوج، شنو غادي ندير؟ اول حاجه نحسب شحال من رقم كاين هنا. 1 2 3 4 5 6 7. اذا هذا العدد فيه 7 ديال الارقام. 1 2 3 4 5 6 7. اذا بجوج بهم فيهم 7 ديال الارقام. اذا الا كانوا بجوج بهم فيهم 7 ديال الارقام، كنبدا اول رقم كنقارنو مع اول رقم في العدد الاخر الى غير ذلك. مثلا انا قارنت 2 مع 1، اذا 2 اكبر من 1 وبالتالي هذا العدد هذا أكبر من الآخر. ندوزو هاد العدد هذا، نشوفو 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا هذا فيه 8 ديال الأرقام. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 كذلك. غنقارنو شنو غنقارنو؟ الرقم الأول 1 مع 9. إذا 9 أكبر من 1 وبالتالي هاد العدد هذا أكبر من العدد هذا. ندوزو لهنا، عندنا 1 2 3 4 5 6، وهنا 1 2 3 4 5 6. إذا 6 ديال الأرقام 6 ديال الأرقام. غنقارنو 9 مع 9 بحال بحال، 5 مع 5 بحال بحال، 8 مع 8 بحال بحال، 4 مع 4 بحال بحال، وهنا عندنا 0 وهنا عندنا 3، وبالتالي هذا كبر من هذا. صافي. هكذا امر بسيط جدا. تابعوا معايا، ندوزو السؤال الرابع: فكك العدد التالي. اذا غنفكوا هذا العدد هذا. مزيان، كيفاش غادي نفكوه؟ غادي نضربو. اذا 9 في كم؟ في كم ساضربو؟ اذا كنعوض 9 بواحد ونكمل بالاصفر. 1 2 3 4 5. وبالتالي دونك غادي ندير هكذا هكذا، زائد 6 عاوتاني مضروبه في ماذا؟ 1 في 10000، زائد 7 نضربوها في 1000، زائد 4 نضربوها في 100، زائد 5 غنضربوها في 10، زائد ماذا؟ زائد 3 اللي غادي تبقى لي، وغادي نكون فككت هذا العدد بطريقه صحيحه. غادي ندوزو الان السؤال الخامس: رتب الاعداد التاليه ترتيبا تزايديا. اذا نفس الشيء اللي درناه في المقارنه هنا غادي نديروه هنا. غادي نرتبو تزايديا، يعني تزايديا يعني من الاصغر الى الاكبر، يعني كنزيدو. صافي. غنقلبو الان على ماذا؟ على اصغر عدد. هنا أصغر عدد. إذا لاحظوا هنا 630,903، 634,229، 660,150، 66,900، و 678,420. إذا هنا كما تلاحظوا هنا هذا في 6 ديال الأرقام، هنا 6 ديال الأرقام، هنا 6 ديال الأرقام، هنا 6 ديال الأرقام، ولكن هذا في 5 ديال الأرقام، وبالتالي هذا هو أصغر عدد 66,900. غادي نضربوا عليه. إذا غادي نديرو واش الرمز هكا ولا هكا؟ العكس، إذا غادي نديرو هكا. لماذا؟ لأنه هاد الشهادة دائما كبر من هذا. صافي. ندوزو لهنا. إذا هنا كنشوفو الرقم الأول 6 6 6 6، هنا 3، هنا 3، هنا 6، وهنا 7. إذا شكون اللي صغير؟ طبيعة الحال 3 مع 3. وغنقارنو عاوتاني، هذا 3 هنا 3 هنا 0 هنا 4. إذا أصغر عدد هو 630,903. مشات هادي موراها هادي 634,229، ثم ماذا؟ عاوتاني من موراها غادي نقارنو، هنا 6 6، هنا 6، هنا 7. إذا هذا صغر من هذا 660,150. من بعد عندنا 678,420. صافي. وكنكون رتبت هاد الأعداد ترتيبا تزايديا من الأصغر إلى الأكبر. ندوزو لا كيسيون 6 و كيسيون اون فرونسي، هذه في اطار التناوب اللغوي. اذا دخلنا واحد التمرين باللغه الفرنسيه. بور شاك نومبر ايكري اون لاتر
بالنسبة لأي عدد مكتوب بالحروف اون تور سون إكريتور كوريسبوندونت اون شيفر. غادي ندورو على الكتابة ديالو بالأرقام. دونك أ 4042 4042. إذن هادي شنو كتقرا؟ هادي كتقرا 4,042,000، هذه كتقرا 4,042,000، وهذه كتقرا 40,042. اذا الجواب الصحيح هو الثاني ب 3,708 3,708. فين هي؟ اذا هذه 3,708 هنا 300,708 وهذه 3,708. اذا الجواب الصحيح هو صافي. نتوني ولا باج غادي ندوزو للمساله. مساله تابعوا معايا، مساله على اربعه النقط. اشترت شركه تجهيزات منزليه من خارج المغرب بثمن 3 ملايين درهم ودفعت بذلك للجمارك 750 الف درهم، ثم باعتها بثمن 4,550,000 درهم، فهل هذه الشركه ربحت ام خسرت؟ اذا حنا نعرفوا واش الشركه ربحت ولا خسرت. اذا الشركه ربحت، ربحت لان إذن ربحت. ها علاش؟ علاش ربحت؟ اول حاجه غنحسبوا المصاريف، غنحسبوا نقسموا هذه على جوج. نحسب اولا المصاريف، اذا غنحسبوا المصاريف اللي خسرت هذه الشركه. اذا بشحال شرات داك التجهيزات المنزليه؟ شراتها ب 3 ملايين، اذا ثمن الشراء هو 3 ملايين درهم ياك. والجمارك شحال خلصت للجمارك؟ خلصت للجمارك 750,000 درهم، وبالتالي المصاريف هي شحال؟ اذا غنديروا عمليه الطرح صافي. 3,750,000 درهم هذا هو المصاريف. وباعت الشركه الاجهزه المنزليه بثمن او بمبلغ 4,550,000 درهم صافي. اذا المبلغ اللي باعت به الشركه داك الاجهزه المنزليه من بعد ما جبتها للمغرب باعتها ب 4,550,000 درهم. دابا باش نعرفوها واش ربحات ولا خسرات، شنو غنديروا؟ الثمن اللي باعت به ناقص الثمن ديال المصاريف صافي. اذا ديروا 4,550,000 درهم ناقص 3,750,000 درهم، وغنديرو صفر ناقص صفر 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 صفر، وهنا صفر، خمسة ناقص خمسة صفر، خمسة ناقص سبعة لا يمكن نضيف عشرة مزيد واحد، إذا 15 ناقص سبعة تساوي 8، وغتبقى لي هنايا 4 ناقص 4 0، وبالتالي هنايا شحال هادي؟ 800,000 درهم. 800,000 درهم هو المبلغ الذي ربحته الشركة صافي. إذا الشركة ربحت وليس خسرت صافي. ندوزو الآن للمجال الرئيسي الثاني وهو أنشطة القياس، وعليه 6 ديال النقط. المجال الرئيسي الثاني غادي نحتاجو الجدول التحويلات بطبيعة الحال. إذا أنشطة القياس عندنا 3 ديال الجداول هنا كما تلاحظون. هنا كتلاحظوا هكتومتر المتر ديسيمتر سنتيمتر، يعني جدول وحدات قياس الأطوال، وهنا عندنا طن كيلوغرام هكتوغرام الغرام ميليغرام، يعني جدول وحدات قياس الكتل. هنا كتلاحظوا ديسيمتر مربع متر مربع سنتيمتر مربع، يعني جدول وحدات قياس المساحة. إذا كما قلت لكم غادي نستعملوا هذه الجداول. هذه عندي مصوبة هنايا في واحد الورقة، ها هي. إذا جدول وحدات قياس الكتل، قياس الأطوال، هنا قياس المساحة، وهذا قياس السعة. بالنسبة التخزين الرقمي هذه كتكون بالنسبه للمستوى السادس ابتدائي صافي، يعني ما كايناش بالنسبه للمستوى الخامس ابتدائي لحد الساعه. مزيان، اذا غنستعملوا هذه الجداول باش نحول. غنجيب قلم الرصاص، نلاحظوا معايا شنو اول حاجه غنستعملوا جدول وحدات قياس الاطوال صافي. اذا غنحولوا هذه 4 ديسيمتر او بيان 4 هكتومتر 5 ديكامتر، نحولوها للمتر. اذا 4 هكتومتر، فين هي 4 هكتومتر؟ هي هذه، ها هي 4، لان غنحولوها للمتر. اذا غنضيف جوج ديال الاصفار صافي. 5 ديكامتر، فين ديكامتر؟ ها هي ديكامتر، 5 ديكامتر، وانا نحولها الى المتر، ثم ساجمع 0 5 4، وبالتالي الجواب هو 450 متر. غنكتبها هنا 450 متر. اذا 4 هكتومتر 5 ديكامتر كتساوي 450 متر صافي. ندوزو للتحويل الثاني. عندنا 205 ديسيمتر، فين هي ديسيمتر؟ هنايا 205
إذا 205 فين شنو كنكتب في الديسيمات؟ كنكتب رقم الوحدات، إذا 5 غنكتبو في الوحدة، 5 ها 0 ها 2 مزيان، غنحولوها لين إلى السنتيمتر، ها السنتيمتر، إذا شنو غنزيدو؟ غنزيدو 0، غتولي لي 2050 سنتيمتر، إذا 205 ديسيمتر كتساوي 2050 سنتيمتر، صافي؟ تحويل بسيط جدا، خصكم غير تركزوا. لاحظوا هنايا عندنا الهكتوغرام والكيلوغرام ايتيتيغا، دونك غنستعملوا جدول وحدات قياس الكتل وليس الاطوال. اذا 7 طن، فين هو الطن؟ ها هو الطن، لين غنحولوها الى الهكتوغرام، فين الهكتوغرام؟ هنايا، اذا 0 0 0 0 70000 هكتوغرام، مزيان. دابا غندوزو ل 35 كيلوغرام، فين هو الكيلوغرام؟ اذا الكيلوغرام هو هذا، ماذا ساكتب في الكيلوغرام؟ نكتب 5 35 هكذا، إذا غنحولها لهكتوغرام تاهي، ثم سأجمع هكذا 0 5 3 0 7، وبالتالي الجواب الصحيح هي 70350 هكتوغرام، إذا 70350 هكتوغرام، صافي. ندوزو للتحويل الموالي، عندنا 267 غرام، نحولها للميليغرام، 267 غرام. إذا ماذا سأكتب في الجرام؟ نكتب 7، علاش؟ لأن رقم الوحدة تا هو 7 6 2، نحولها إلى ماذا؟ إلى الميليغرام، فين هو الميليغرام؟ هنايا، إذا غنزيدو 3 ديال الأصفار، 0 0 0، وبالتالي غتولي لي 267000 ميليغرام، 267000 ميليغرام، صافي، ميليغرام، إذا هذا هو الجواب الصحيح، وغادي نكون كملت دابا بالجدولين ديال وحدات قياس الأطوال ووحدات قياس الكتل. دابا غيبقى لي جدول وحدات قياس المساحة، غنستعملو في هذا السؤال الأخير، في هذا التحويل الأخير، لاحظوا، 4070 ديسيمتر مربع، نحولوها إلى سنتيمتر مربع، وغنحولو 95 متر مربع إلى سنتيمتر مربع، ومن بعد غادي نجمع. دائما غنستعمل قلم الرصاص باش إلا خطينا ممكن نداركو الأمر. إذا 7070 ديسيمتر مربع، ماذا سأكتب في ديسيمتر مربع؟ 0 7 0 7، 7070 ديسيمتر مربع، نحولها إلى ماذا؟ إلى سنتيمتر مربع، إذا إلى الوحدات، غنحولها من الوحدات إلى الوحدات، 0 0، دابا عندنا 95 متر مربع، هي 95 متر مربع، هي هكا كتكتب، علاش؟ لأن هذا رقم الوحدات وهذا رقم العشرات، هنايا دائما كل خانة مقسمة إلى 2 وحدات وعشرات، ثم غنحولها إلى ماذا؟ إلى سنتيمتر مربع، 0 0 0 0، ثم سأجمع 0 0 0، هنا 7 هنا 5 وهنا 7 زائد 9، 16، أكتب 6 احتفظ بواحد هنا وتعود لي هنايا، وغتصبح لي شحال تساوي لي؟ كتساوي لي 1,657,000 سنتيمتر، إذا 1,657,000 سنتيمتر مربع، صافي؟ وهكا نكونو سالينا المجال الرئيسي رقم 2 أنشطة القياس، غندوزو للمجال الرئيسي الثالث وهو أنشطة الهندسة، لاحظوا معي. إذن أنشطة الهندسة كذلك بسيطة جدا، السؤال الأول أرسم الزاويتين التي قياسهما هو الآتي، إذن غنستعملو بطبيعة الحال باش نرسمو الزاوية غنستعملو المنقلة، صافي المنقلة هي هذه، غنحاولو نرسمو باستعمال قلم الرصاص بطبيعة الحال، صافي استعمال قلم الرصاص، لاحظوا هنايا زاوية 70 درجة وهنا 130 درجة، لاحظوا، إذن أول شيء غادي نرسم واحد الخط هكذا، ثم سأضع عليه نقطة هكذا مثلا، نقطة هنا، صافي النقطة غادي تسمى مثلا أو المركز، ثم سأضع هكذا مركز المنقلة، مركز المنقلة هو هاد التقيبة هاد، مركز المنقلة على الرأس أو، وضلع الحامل للمنقلة على الضلع الحامل للزاوية هكذا، ثم سأحسب 0 10 20 30 40 50 60 70، 70 هنا، غنوضع نقطة هكذا، وغادي نحاول نصيب المركز مع هكذا هكذا، إذا هذه الزاوية مالها شحال القياس ديالها؟ 70 درجة، صافي قياسها 70 درجة. ندوزو هنايا، نحاولو كذلك نرسمو خط هكذا، ثم مثلا نوضع الرأس أو مثلا هنا، ثم غادي نحاول نوضع مركز المنقلة على الرأس أو هكذا، وسأحسب 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90، 100 110 120 130، هنا هاي 130، إذا نحاول نصل داك النقطة مع أو، لاحظوا معايا،
هكذا. إذن هذه الزاوية هذه كاملة شحال القياسها؟ 130 درجة. وبالتالي غادي نكون رسمت باستعمال المنقلة زاويتين قياسهما على التوالي 70 درجة و 130 درجة. ندوزو للسؤال الثاني والأخير في المجال الرئيسي الثالث وهو الهندسة. أملأ الجدول التالي، هذا الجدول هذا غنملؤه. رمز الزاوية، إذا الزاوية عندنا أ أو بي، الرمز ديالها شنو هو؟ طبيعة الحال غادي يكون هو أ أو بي، صافي هو الرمز ديالها. طبيعة الحال غندير واحد الشابو على أو، علاش؟ لأنه هو المركز أو الرأس، صافي رأسها، رأسها أو، ها هذا هو الرأس ديال الزاوية. ضلعها أو أولا ضلعاها، إذا دائما الزوايا عندها جوج ديال الأضلاع، الضلع الأول هو أو بي، إذا هكذا، و أو أ، صافي. إذا علاش درنا هكا معقوفة وقوس؟ حيتاش نصف مستقيم، إذا محصور من هنا ولكن من تما محصورش، ما عارفينش فين هي بي وفين هي أ بالضبط. قياسها، إذا قياسها خصنا نستعملو المنقل، لاحظوا القياس نستعملو المنقلة، مركز المنقلة على الرأس أو، وهنا الضلع الحامل للمنقلة خصو يكون ثابت ومطابق ل بي إلى أو أو بي، ثم غنحسبو غنشوفو شحال القياس ديال هاد الزاوية، غنحاول نصل بهاد المسطرة هادي، نستعمل المسطرة، إذن الزاوية القياس ديالها غادي يكون هو 55 درجة، صافي، القياس ديالها 55 درجة، إذن 55 درجة، إذن نديرو 55 درجة هنا قياسها. إذا النوع ديالها، إذا كان القياس ديالها 55 درجة، وبالتالي نوعها هي زاوية حادة، صافي، زاوية حادة. لماذا؟ لأنه حنا عارفين الأنواع ديال الزوايا، حادة قياسها من 0 إلى 89 درجة، قائمة قياسها 90 درجة، منفرجة قياسها من 91 درجة إلى 179 درجة، ومستقيمية، مستقيمية قياسها 180 درجة، صافي. هذوما هما الأنواع الربعة ديال الزوايا، صافي. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفرض المحروس. زيدوا دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.